بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا إن شاء الله اليوم بالميكروب الثاني من سلسلة الباسيلس اللي هو الباسيلس سيريس. والصورة اللي أمامنا بتوضح إنه البكتيريا إلى حد كبير تشبه في شكل مستعمراتها الباسيلس أنثراسيس، لكن تتميز بوجود بيتا هيموليسيز. البيتا هيموليسيز يتضح من الحواف تبعت المستعمرات، بتلاقوا إنه في هنا فراغ، هذا الفراغ بيتميز في اللون عن باقي الطبق. هنشوف صورة أوضح إن شاء الله له في المرحلة الثانية. إذا بتطلعوا على الصورة هذه اللي أمامكم هتلاقوا إنه في عندي بيتا هيموليسيز واضح جدا للمستعمرات. أيضا المستعمرات لارج هيوج كولونيز، وهذا سهم من سمات الباسيلس بشكل عام. البكتيريا هي عبارة عن جرام بوستيف باسيلاي، طبعا زيها زي أي باسيلس، وسبور فورمينج بكتيريا، لكن تنتج بيتا هيموليسيز اون بلاد أجار. هذه الصفة لم نجدها في قلنا الباسيلس أنثراسيس. الباثوجينيسيز اند كلينيكال فيتشر، البكتيريا غالبا موجودة إفريوير، موست سبيشالي إن سيريالز. سيريالز اللي هي الحبوب، عشان هيك اسمها باسيلس سيريس. احد الانواع الحبوب المشهوره في المستخدمه في جنوب شرق اسيا اللي هو الرايس، الرز. البكتيريا از هيت ريزيستنت، زيها زي اي باسيلس. انتوا عارفين اكثر بكتيريا ريزيستنت في العالم للحراره اسمها باسيلس ستيروثيرموفيلس، يعني من الجينس نفسه تبع مين؟ تاع الباسيلس. طبعا غيروا اسمها، صار اسمها جيو باسيلس. يبقى البكتيريا از هيت ريزيستنت، السبورز هيت ريزيستنت، and can survive rapid frying. frying يعني قلي. انتوا بتستخدموا القلي للرز، كلمة قلي للرز بتستخدموها، بس في جنوب شرق آسيا موضوع قلي الرز زي تسخين الرز، تمام؟ فجزء من العادات الغذائية عندهم انهم بيسخنوا الرز او بيقلوه، تمام؟ قلي frying. فبقولنا انه السبورز can survive rapid frying، يعني لو قلي سريع البكتيريا بتتحمله. They produce enterotoxin in that food. If ingested, it will cause food poisoning. Short incubation period. The IP هذا مش الـ IP address تبع الكمبيوتر، تمام؟ هذا incubation period من 4 إلى 6 ساعات، وبيشبه إلى حد كبير في الأعراض تبعته الستافيلوكوكال food poisoning، من إنه بيكون في عنا diarrhea and vomiting. غالبا التريتمنت لا تشتمل الأنتيبيوتيك المذكور تحت، فقط في حالات قليلة جدا ممكن انه نستخدم البنسلين. الاستخدام الافضل هو سيمتوماتيك تريتمنت، مش هو عنده فوميتنج وعنده دياريا، يبقى في عنده مشكلتين، ليكويد او فلويد ريبليسمنت والكترولايت ريبليسمنت، فبالتالي في عندنا هنا سيمتوماتيك فلويد ريبليسمنت. هذه اللوحة يعني يمكن اضافية مش موجودة عندكم في التكست، فيها عبارة عن تمايز ما بين الباسيلس أنثراسيس والباسيلس سيريس بشكل مفصل. في عندي الجروث ريكويرمنت أو الثيامين، يعني هل الثيامين مطلوب للنمو أو غير مطلوب للنمو. بالنسبة للباسيلس أنثراسيس مطلوب، بينما الأخرى غير مطلوب. الهيموليسيس أون بلاد أجار، كلكم بتعرفوا أنه الأنثراكس أو الأنثراسيس does not produce بيتا هيموليسيس. جلوتاميل بولي بيبتايد كبسول، الوحيدة اللي في الدنيا قلنا اللي بنعرفها ميديكالي امبورتنت وإلها كبسول مكونة من بولي بيبتايد هي الباسيلس أنثراسيس. لايسيس باي جاما فاج، احنا قلنا فيري سبيسيفيك تيست لمين؟ للباسيلس أنثراسيس. الموتيليتي اتز نيجاتيف، وذكرناها مرارا وتكرارا، قلنا هذه الصفة من الصفات الرئيسية في البكتيريا اللي بتميزها عن الأخريات. جروث اون كلور هيدريت أجار، نوع من الأجار مضاف له كلور هيدريت. البكتيريا تبعتنا اللي هي الانثراسيس does not grow، بينما الباسيلس سيريس can grow. اذا في عندي مجموعه من الصفات can be used to distinguish between باسيلس انثراسيس and other باسيلس، اللي من ضمنها الباسيلس سيريس. الجزء الثاني من موضوعنا، احنا حكينا في الجزء الاول انه بنتكلم عن السبور فورمينج ايروبيك بكتيريا اللي هم الباسيلس أنثراسيس وباسيلس سيريس. في الجزء الثاني من محاضرتنا هتكلم عن الانا ايروبيك سبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلا اللي هي الكلوستريديا. ونرجعكم للدياجرام اللي شرحناه المره الماضيه لما قلنا انه الجرام بوزيتيف باسيلاي كود بي كلاسيفايد بيست اون ذا بريزنس اوف سبور انتو سبور فورمر اند نون سبور فورمر. اف سبور فورمر اف ات از ايروبيك ات از باسيلس، اف ات از انا ايروبيك ات از كلوستريديوم سبيسيز. وبالتالي احنا هنتكلم عن هذا الجزء من البكتيريا اليوم ان شاء الله. تصنيف اخر للبكتيريا
بعيدا عن كلمة سبور فورمر، لو جبنا العنوان الرئيسي قلنا جرام بوستيف باسيلاي، جرام بوستيف باسيلاي بيست اون ذير اوكسجين ريكويرمنت ذي ار ايذر كلاسيفايد انتو انايروبس زي الكلوستريديا والاكتينومايسيز او ايروبس زي المجموعة اللي امامكو منها كوريني بكتيريوم لستيريا باسيلاس جاردينريلا اند نوكاردي. اذا في عندي مجموعة من الاسماء ممكن نصنفها على انها هوائية اكثر من تلك التي تصنف على انها لا هوائية، اذا فقط الكلوستريديا اند اكتينومايسيس. الآن بنتكلم عن الكلوستريديا وعن الجنرال كاركترستيكس تبعتها. رقم واحد أنا ايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي، رقم اثنين دي ار سبور فورمر، رقم ثلاثة دي ار كاركترايزد او ويل كاركترايزد باي ذير ابيليتي تو ديكومبوز بروتينز، ديكومبوز يعني هيدرولايز، نعم تو هيدرولايز، دي بروديوس اكز توكسينز يعني معظمها بتنتج توكسين اوتسايد زي مش زي الانتيروبكترياسي اللي قلنا عنها او الجرام نيجاتيف باسيلاي الاندو توكسين. الناتشورال هابيت تبعتها يا اما السويل يا اما الجاسترونتستينال تراكت اوف مان اند انيمال، يعني كان بي فاوند ان ستول او كان بي فاوند ان سويل، سم موتايلز اذرز نان. يبقى صفه الموتيليتي هنا بدنا نوظفها في التفريق ما بين السبيسز تبعت الكلوستريد، دي ار كاتاليز نيجاتيف. خدوا بالكم احنا استنفذنا استخدامات الكاتاليز تماما اللي درستوهم في المعمل العمل الفصل الماضي. الاستخدام الاول كان للتفريق بين الستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي، التفريق الثاني كان بين البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي والستيريا مونوسايتوجينز، والتفريق الثالث الان بين الباسيلس which is positive وبين الكلوستريديا اللي هي which is negative. اذا الفحص الكاتاليز البسيط هذا له تطبيقات رائعه جدا في حال تفريق البكتيريا المتشابهه عن بعضها البعض. الأسماء اللي هندرسها وهتعامل معها كلوستريديوم تيتاني أو تيتناي، كلوستريديوم بيرفرينجينز، كلوستريديوم بوتولونيوم، كلوستريديوم سيبتيكم، كلوستريديوم نوفي، وكلوستريديوم ديفيسل اللي هي قفزنا عنها ديفيسل. الآن اللي أنا بدي أركز عليهم في محاضرتنا اليوم والمرة القادمة إن شاء الله اللي هم 1 2 3 5 اللي هي كلوستريديوم ديفيسل، وحبدأ في ديفيسل الآن عشان أنهي من قصة البكتيريا هذه اللي بدأت تكتسب أهمية خاصة برضو باستخدام الأنتيبيوتكس. كيف؟ تركزوا معي عشان بدنا نصل لفكرة كيفية إحداث هذا المرض. إنسان أصيب بالتهاب في الجرح عميق والتهاب حاد ببكتيريا زي سودوموناس إيريجينوزا، أعطي المريض أنتيبيوتيك لفترة تجاوزت 20 يوم. طبعا الأنتيبيوتيك أعطي وما أعطوش أوامر يودوه على الجرح فقط يقتل البكتيريا، وين في بكتيريا بيلتقي فيها هو قادر على قتلها بيقتلها. من ضمن هذه البكتيريا اللي هي نورمال مايكروبيوتا وين موجودة؟ في الانتستينال تراكت. هيقتل مجموعات، فيش انتيبيوتيك قادر على قتل كل البكتيريا، فهيقتل مجموعات، فهيعمل امبالانس في النورمال مايكروبيوتا، هيسمح للبكتيريا اللي اسمها كلوستريديوم ديفيسيل وهي نورمال فلورا عند كثير من الناس بينها تنمو وتتكاثر. اذا نمت وتكاثرت ووصلت للكورم سينسينج، فاكرين مصطلح كورم سينسينج اللي هو العدد اللي بعده البكتيريا بتقرر تنتج الفيرولنس فاكتورز تبعتها، هتنتج التوكسينز توكسين A وتوكسين B وتعمل disease known as Clostridium difficile associated diarrhea أو اسم تاني antibiotic induced pseudomembranous colitis. لاحظوا diarrhea و pseudomembranous colitis. خذوا الجملة الآن اللي بتعبر عن قديش وصلنا أو وصلت أهمية هذه البكتيريا في المستشفيات. It is number one cause of hospital acquired diarrhea. Number one cause of hospital acquired diarrhea. وعرفت أنتوا الآن ليش هي hospital acquired؟ لأن في المستشفى بنعطي الأنتيبيوتيك لفترات طويلة وبالتالي قد نخلق مشكلة جديدة اللي هي عن طريق النورمال مايكروبيوتا إمبالانس، عدم اتزان في النورمال مايكروبيوتا. طبعا برضو بنعالجها بأنتيبيوتكس.
لما تصير المشكله بنعالجها برضه بانتي بايوتيك. نرجع برجوع كلوستريديوم تيتاني، كنا بنسمع بالتيتانوس، هل هناك حالات تيتانوس في قطاع غزه سمعتوا فيها؟ يعني قريب، صديق، اهل، معرفه؟ لا. سؤال، هل سمعتم باحد اصيب بالمرض؟ هذا سؤالي، مش من وين بنصاب المرض. عارفين ليش؟ لانه صار في عندنا ثقافه مجتمعيه بانه اي جرح عميق وخاصه من شيء ملوث من التربه، تمام، بالتربه زي المسامير وخلافه، ان يقوم الاهل بعرض المصاب على العياده ومن ثم تطهير الجرح واعطائه ابره تيتانوس، او اللي هي بنسميها ابره ضد التيتانوس واقع الامر. لكن ثقافه مجتمعيه كامله، سواء صغير كبير، متعلم غير متعلم، عنده هذه الثقافه. وهذا خير دليل على انه الانفستمنت او الاستثمار في الببليك اويرنس، اللي هي زياده وعي الجماهير، هو امر مهم جدا لا يقل اهميه عن يعني تطوير القطاع الصحي او استحداث مصانع ادويه. لا، الاستثمار في البشر هو امر جيد ايضا لمنع الانفكشن. طيب، مرض فيتال قاتل، كلوستريديوم بيرفرينجنز، بتسبب مرض اسمه غاز جانجرين، الغرغرينه الغازيه. سمعتم بفلان اصيب بغرغرينه، قطعت اصابع قدمه، وبعدين قطعت قدمه، وبعدين بدا ضلنا نقصقص فيه لما خلص. بمعنى انه هذا المرض يصعب علاجه. بيجيهم، نعم، بس هذا موضوع مختلف. هذه بسموها دايابيتيك فوت. نعم، غير كلوستريديوم بوتولونيوم. بكتيريا بتنتج اقوى سم معروف للانسان على وجه الارض. 1 ملغ من التوكسين كافي، او بيحمل في طياته 20 مليون ليثال دوز للمايسز. 20 مليون ليثال دوز، رقم مخيف. فهذا اقوى سم طبيعي معروف للانسان على وجه الارض. طيب، بكتيريا سبور فورمر، لو جينا نعالجها بالانتيبايوتيك حتتحول لسبورز، تمام، لسبورز، وبالتالي مش حيتأثر فيها الانتي بايوتيك. العلاج غالبا بيفشل فشل ذريع في معظم حالات السبور فورمر انفكشنز. يعني حتى الباسيلس انثراسيس اللي حكينا عنه قلنا انه فيتال، صح ولا لا؟ لذلك ما هي الاستراتيجية العامة لمنظمة الصحة العالمية ضد هذه الامراض؟ بريفنشن. كمان مرة، الاستراتيجية هي مش التريتمنت بالأساس، لبريفنشن، الوقاية رقم واحد، بعدين ممكن نتكلم عن مين؟ عن التريتمنت. لأنه في تريتمنت لكن مش فعالة زي مين؟ زي البريفنشن. لكن لما أنت تطبق سياسة بريفنشن، هل السياسة هذه غالبا بتكون أبسوليوت؟ بمعنى أنه طبقنا سياسة بريفنشن معينة، هل بتحمي كل البشر؟ ممكن يفلت منها بعض الحالات فبصيروا مرضى، فاحنا مضطرين ندولهم على مين؟ على إتري. ملخص الحوار او الجملة او الحديث اللي حكيناه الان، انه في السبور فورمر بكتيريا، تمام، الانفكشن اللي فيها بدنا نحاول قدر الامكان نمنع حدوثها، وليس نحاول علاجها، لانه علاجها بيحمل في طياته خلينا نقول نسبة فشل عالية جدا. اعتقد انه لو قلنا تيتانوس والمسامير في غزه مرتبطين بالاذهان بنفس المزبوط، ان احنا الانسان اصيب بحادث انه انغرس مسمار في قدمه، على طول بنودي على العياده نعمل له تطهير للجرح كمان مره، ابره بنسلين زائد اللي هو انتي تيتانوس، او توكسويد تو اكتيفيت اللي هو الاميون سيستم تبع المريض. المرض اسمه تيتانوس او لك جو، وبعض الأحيان بيطلقوا عليه fixed smile، الابتسامة الثابتة. إذا لا تظن أن من يبتسم في وجهك هو سعيد برؤياك، لربما يكون مصاب بالتيتانوس. وسموه لك جو، وبالعربي الكزاز، لأنه الأسنان بتكون مطبقة على بعضها، يصعب فتح الفكين لأنه بصير في paralysis في اللي هو عضلات الفك. من مزايا هذا الديزيز أنه localized infection، بمعنى على الرغم من انه السيمتومز تبعته سيستماتيك،
بتأثر على كل الجسم، إلا أنه مكان الإنفكشن هو مكان دخول الميكروب. يعني دخلت في القدم 2 سنتي عمق، بتضلها هناك البكتيريا، ما بتنتشرش، ما بتروحش تعمل سبتسيميا وبتعمل مننجايتس زي مثلا نيسيريا مننجايتس. إذا بنسميها localized infection. ها كيف الجسم كله بتأثر؟ التوكسين اللي بتنتجه بيروح عبر الدم وبيصل للمناطق المختلفة وبيأثر على الأعصاب. إذا كإنفكشن إيش بنسميها؟ localized مش systemic infection. The disease is transmitted to man through infected wounds. زي ما حكينا بينتقل عن طريق الجروح الملوثة، وغالبا قلنا ملوثة بمصدرين. احنا قلنا المصادر الأساسية للستوديا من وين؟ من التربة والستول، صح ولا لا؟ فأي أي من المصدرين قد يحمل مخاطر. Spores enter into wounds within or with soil or material contaminated with soil. زي ما حكينا الجروح أو البكتيريا تدخل، أو السبورز تاعت البكتيريا تدخل مع المواد الملوثة اللي هو التربة. The infection is localized in the area of entry. Growth of the toxin. هذه نقطة كتير مهمة نتكلم فيها. Growth and toxin production is aided by the following. نمو البكتيريا اللا هوائية. هي بكتيريا لا هوائية. ما الذي يجعل البكتيريا لا هوائية تنمو في مكان ممكن يكون فيه أكسجين؟ طلعوا. احنا لما قلنا المسمار أو الجرح، تمام، ايش الجرح؟ عباره عن كات، قطع يعني destruction للخلايا. في خلايا حتموت، يبقى النيكروتيك تيشيو اللي موجود هذا حيوفر اول حاجه بيئه غذائيه ملائمه للبكتيريا للسبورز تو جيرمينيت، يعني للبذره عشان تنبت. تمام. كالسيوم سولتس مهمه جدا في عمليه الجيرمينيشن. كالسيوم سولت من وين جايه؟ برضه من النيكروتيك تيشيو. رقم 3 وهي الأهم على الإطلاق، إنه يكون مع البكتيريا بكتيريا تانية. أنا عندي ستافيلوكوكاس أوريس على سبيل المثال، ستافيلوكوكاس أوريس، إشريشيا كولاي، هذول إيش بنوصفهم من ناحية حالتهم للأكسجين؟ فاكولتيتيف أنايروب. الآن لما البكتيريا تنمو هذه، مش بتاخذ الأكسجين من الانفايرومنت، بتوفر ظروف لمين؟ للبكتيريا الأخرى، بتوفرها ظروف لا هوائية. فالبكتيريا الهوائية تستهلك الهواء لصالح مين؟ لكلوستريديوم تيتاني. وصل الصورة؟ إذا لو كان في عندي ثلاث أشياء وهم موجودين، مستحيل نلاقي السبورز تبعت البكتيريا في انفايرومنت فيش فيها بكتيريا أخرى. تربة، بنتكلم عن تربة، ملايين الأنواع من البكتيريا بتكون موجودة في التربة، فأكيد لازم يدخل ميكروبات أخرى غير لكلوستريديوم تيتاني. التيتانوس بازمين اللي هو التوكسين اللي بينتجه البكتيريا، هو عبارة عن هيت لابايل توكسين. بتفيدنا بحاجة المعلومة هذه؟ هيت لابايل توكسين. طيب هو التوكسين وين موجود؟ معلش، هو وين موجود الآن لما البكتيريا تكون موجودة جوا؟ يعني مش هنسخن الجسم لمين؟ ل 65 درجة مئوية، لكن هذه معلومة بنوضح فيها انه التوكسين معمليا هو هيت لابايل، لكن كلينيكالي ما فيش منها فائده. البعض قد يظن، بتعرفوا عندنا في براكتس في قطاع غزه، انه اللي بينصاب بمسمار بروح يجيب قطعه حاجه مولعه او سيجاره، تمام، وبحطها على مكان الجرح. هذا البراكتس أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، وبيساعد في تكوين ظروف لا هوائيه للبكتيريا. ليش؟ تخيلوا مع بعض احنا الولاعه ولعناها وحطينا ايدنا فوق بهذا الشكل. الاحساس بالحراره، تمام، بتم بعد ما تنحرق ايدنا ولا قبل؟ قبل. وقبل ما تنحرق ايدنا بنشيل، متحملش بنشيل. نهايات الاعصاب وين موجوده؟ في الجلد. الان لما بنقرب شيء، احنا البكتيريا على بعد 2 سم على سبيل المثال، وهي سبور فورمر وريزيستنت لمين؟ للحرارة. احنا ما بنتحملش حرارة قد ما هي بتتحمل حرارة. احنا اللي بنعمله بنسكر الجرح، نقتل الخلايا اللي موجودة هنا بالحرارة وبنسكر الجرح، بنوفر ظروف لا هوائية. اذا هذا البراكتس اللي موجود براكتس سيء، وقد يساعد في توفير ظروف لا هوائية. The toxin may reach the nervous system
It blocks the release. أعتقد هذا التوكسين أخذنا الميكانيزم of action. It blocks the release of inhibitory mediators of the motor neurons. إحنا قلنا إنه في عنا أسيتايل كولين هو اللي بينقل الإشارة العصبية. الأسيتايل كولين قلنا بيعمل الانقباض. تمام؟ الآن المفروض إنه يصير فيه جلايسين. الجلايسين يعمل inhibition للأسيتايل كولين عشان يصير في عنا relaxation. هذا بيمنع الجلايسين من انه ينتج، وبالتالي حيصير عندي دائما انقباض دائم. الانقباض الدائم هو اللي بنعني فيه السباستيك باراليسيس. السباستيك باراليسيس خدوا بالكم، قد يصاب المريض بنوبات من الفايولنت سبازم، يعني تشنجات عنيفه قد تؤدي الى كسر العمود الفقري تبعه، لانه غالبا التشنجات بتتم الى الخلف. تمام؟ فبتكون عنيفة لدرجة انه ممكن ينكسر، قلنا مين؟ العمود الفقري، ويصاب بشلل دائم المريض. فالمريض خطير جدا. طلع هنا this اللي هو الميكانيزم اوف التوكسين. this result in extreme hyperreflexia. hyperreflexia الاستجابة الرفلكس بيكون بزيادة. تمام؟ يعني لو الواحد بده يحرك شيء على انفه بيعمل زي هيك وبيحركه، صح ولا لا؟ لكن لو واحد عنده تيتانوس هيكون الامر عمليه صعبه ومعقده، بسموها هايبر ريفلكسي. اند فايلنت سبازم اوف سكيلتال ماسلز ان ريسبونس تو ان ستيمولاي. ذا توكسين از انكتيفيتد باي ذا بروتيك انزيم اوف ذا دايجستيف سيستم. يعني لو انت تناولت التوكسين كطعام، تمام، ما بياثر عليك. التوكسين لو اخذته انت عبر الاكل ما عندك مشكله فيه. ليش؟ لانه بصير له انكتيفيشن بالبروتيك انزيم اللي موجوده في المعده. لكن لو اخذناه عبر الدم فش البروتوليتيك بتخش للمعده. لو اخذناه من المسمار من مكان الاصابه بتخش للمعده، وبالتالي النشاط تبعه بعيد عن المعده. طلع التوكسيسيتي برضه عاليه. 1 ملي جرام من البيور توكسين هاز 6 مليون ليثل مايسز دوسز. برضه رقم مهول يا شباب، يعني التوكسيسيتي تبعته عاليه جدا. طبعا هذه يمكن صور بتوضح لنا اللي هو الطرق الاصابه. هذه عضه، تمام، هناك عضه، هذه ممكن من مسمار. هذه حتى القطط، عضه القطه قد تؤدي الى اللي هو الاصابه بالتيتانوس. بنا الانكيوبيشن بيريود من 3 ل 21 يوم، موست كيسز ويذن 14 دايز، يعني معظم الحالات بتكون في هذه الفتره 14 يوم، with an average of 8 days. يعني الرينج الواسع من 3 ل 21، موست كيسز خلال 14 يوم، يعني 14 يوم وقبل، الافرج غالبا 8 ايام. The farther، هذه نقطة كتير مهمة، the farther the injury site is from the central nervous system the longer the incubation period. كلما ابتعد الجرح عن الجهاز العصبي المركزي كلما زادت اللي هو فترة الانكيبيشن period. The shorter the incubation period the higher the risk of death. كلما قصرت فترة الانكيبيشن period زادت قلنا ايه امكانية الوفاة. احكي لكم نقطة الآن مهمة جدا جدا جدا. مين بتتوقعوا يتوفر في ظروف لا هوائية؟ جرح عميق ولا جرح سطحي؟ كلما ازداد العمق كلما زادت إمكانية أن يتوفر في ظروف لا هوائية. أحد الأطباء لاحظ ملاحظة قيمة، الصحيح لازم نناقشها معكم ككونسبت عشان تعرفوا أنه بعض الأحيان في بصير تحول في الأفكار نتيجة تدخلاتنا إحنا البشر. احنا متفقين على انه الجروح العميقة من زمان هي الاخطر بالنسبة لتكوين التيتانوس، فصار في اهتمام بالجروح العميقة، وبالتالي قلت نسبة حدوث التيتانوس من الجروح العميقة. ركزنا على الجروح العميقة ولم نركز على مين؟ على الجروح السطحية. فإحصائيا اصبحنا نعاني من حالات تيتانوس ناتجة عن جروح سطحية اكثر مما نعاني من جروح ايه؟ عميقة. وصل الصورة؟ طبعا هذا السبب ايش اللي خلاه يتغير؟ تدخلنا احنا وصرنا احنا نهتم. نعم، مش تكيفت، هو يعني احنا قبل كم مرة بنقول the chance of forming anaerobic conditions
أعلى لما تكون الجروح أعمق، أعلى، مش إنه ما فيش تشانس خالص لما تكون سطحية، في تشانس، لكن ركزنا على الجروح العميقة وما ركزنا على الجروح السطحية. طبعا هذه أحد النوبات، إذا بتلاحظوا في الرأس قاعد أو الرقبة بتتحرك إلى اللي هو الخلف. طبعا هنا في عندي فيكست جو، في لك جو في المنطقة في الست هذه المصابة. أحد الأمراض اللي كانت منتشرة زمان اللي هي النيونيتال تيتانوس، هذه كتير مهمة. الصورة اللي أمامكم بتوضح لنا من وين بيجي النيونيتال تيتانوس. الآن الحبل السري بيتم قطعه عند الولادة، تمام؟ فتخيلوا الأداة المستخدمة، المقص أو الشفرة أو الحجر، زمان كانوا يستخدموا حجر ماضي عشان إنه يعني في حتى الآن في بلدان الولادة بتتم فيها بالطريقة اللي منذ الخليقة، تمام؟ يعني بدائية خالص، في بيولدوا تحت المي، كويس؟ مجتمعات، ففي عندنا أنواع كثيرة من الولادة. في المستشفيات تخيلوا إنه كيف ممكن تتلوث الأشياء. إحنا لما بنروح على المستشفى بنروح عبر طيران سباحة ولا بنروح مشي بالسيارة، لكن في الاخر بننزل ورجلينا يعني بياخدوا تراب من الشارع، تمام؟ سواء كان الشارع نظيف خالص ولا طريق ترابي، بناخد بضع من الأتربة على أحذيتنا وبنروح فيها على المستشفى. هذا التراب مش هو مصدر للميكروبات، ومن ضمن الميكروبات هذه السبور فورمينج اللي من ضمنها الكلستريوم تيتاني؟ نعم. ندخل المستشفى، الغبار هذا بضلوش مطرحه، بفعل الحركة ممكن يتحرك وينتقل الأشياء ويلوثها. من ضمن الأشياء اللي هي المقصات أو الشفرات اللي نستخدمها اللي هي ممكن تكون نون سترايل في هذا الحال. إيش عملوا عشان يمنعوا هذا الموضوع؟ عملوا غرفة ترانزينت. إذا أنت جاي من برا كطبيب أو نيرس أو أي واحد بده يدخل هذا المكان، تمام؟ ممنوع يدخل بحذائه، بلبسوه حذاء عمره ما شاف الشارع، بيخلع حذائه بحطه بنتقل للجهة الثانية، بياخد حذاء موجود من المستشفى ويدخل فيه. طبعا اليوم في أحذية ديسبوزابل بيلبسها زي الغطاء الراس، بيلبس برضو غطاء على الحذاء وبيدخل فيها. هذه العملية طبعا مع تحسين عملية الاستيرلايزيشن واستخدام ديسبوزابلز لمرة واحدة قللت من التيتانوس تبع حديث الولادة إلى نسبة الصفر عندنا في فلسطين. لا يوجد عندنا لا تيتانوس نيونيتال ولا تيتانوس اللي هو الأدلتس اللي احنا بنعرف. هذه حالة تيتانوس يعني مخيفة جدا. برضو فايلنت سبازم، ملاحظة حتى الطفل برضو عامل حرف السي في الانقباضات تبعته. It is completely rigid، يعني الطفل كله متصلب. ليش؟ لأنه صار عنده spastic paralysis. أيوة نفس الشيء. He cannot breastfeed or open his mouth because the muscle in his face have become so tight. خلاص لا بيقدر يرضع ولا بيقدر يحرك، فطبعا بيدخلوا له تيوب من وين؟ من الأنف عشان يعملوا له فيدينج في هذه الحالة. مورفولوجي للبكتيريا، it is gram positive anaerobic bacteria motile with pyretricus flagella. هذه نقطة كتير مهمة، motile with pyretricus flagella. Terminal rounded spore، وهذه أيضا نقطة مهمة. إذا هذه الصفتين 2 و 3 بنعتبرهم hallmark. البكتيريا large bacilli وعلى الطرف تبعها السبور، لذلك بسموها drumstick appearance، زي عصات الطبل drumstick appearance. بالإضافة إلى ذلك إنها لو عملنا لها flagellar stain هي إيش؟ pyretricus flagella. كلمة درام ستيك هي موجودة هنا شباب، بس يمكن مش واضحة باللون تبع الباوربوينت. ميديا اوف تشويس اني ميديوم وذ ثايوغلايكوليت اندر انيروبيك كونديشن، يعني اي وسط بيحتوي على ثايوغلايكوليت تحت ظروف لهوائية قد يكون مناسب. من اسهل الاوساط واشهرها حاجة اسمها كوكت ميت ميديا، يعني اللحم المطبوخ، وسط اللحم المطبوخ. زي ما قلت لكم بتفضل هي اللي هي البروتينز، بتفضل البروتينز. يعني من البداية قلنا بروتيوليتك أو بتعمل بروتين ديكومبوزرز، بروتين ديكومبوزرز. نعم.
هذا شكل للصورة. طبعا السبورز هنا مصبوغة إذا بتلاحظوا باللون المغاير، طبعا المفروض إنه تكون أخضر بس هنا مصبوغة باللون الأزرق، بعرفش ليش الصورة نفسها يمكن يكونش واضحة بس المفروض يكون لون أخضر. نفس الشيء هذه الصورة، هذه جرام ستين، لاحظوا المنطقة الفارغة هنا هي السبور لأنه لم تصبغ بالجرام ستين بينما العصا نفسها صبغت. هاي برضو هذه كتير رائعة، هذه الصورة هذه شايفين، هذه شايفينها بس اللاي والسبورز تبعتها برضو جرام ستين ومش مصبوغة السبورز، عشان بتبين هالو ستراكشر. هالو ستراكشر. تلخيص للباثوجينيسيس اوف تيتانوس، ات اكارز ان تروماتيك اوبن وونز كونتامينتد ويز سويل. اذا اكثر الحالات حدوثا ناتجة عن تروما، جرح اكسيدنت، تمام. وانتوا عارفين واحد مثلا وقع على الموتور سايكل بتجرح بينغز بيتلوث الجرح تبعه بالتربه، هذا لازم برضه يروح ياخذ ابره ضد اللي هو التيتانوس. وند كونتاميت وذ سويل سبورز جيرمينيت ان ديد تيشو، الكلام اللي حكيناه. نيوروتوكسين ريتشز ريتروجريد، كلمه ريتروجريد يعني بطريقه عكسيه للاشاره العصبيه تو سباينال كورد، باينز تو جانجليوسايد ريسبتورز اوف انتيريور هورن سيلز، بعدين بيعمل انهيبيشن للريليز اوف انهيبيتوري ميدييتورز اللي هو الجلايسين اللي حكينا عنه، اللي بيعمل انهيبيشن لمين؟ للاستايل كولين. كونتينوس اكسايتمنت، يعني في عندي اثاره مستمره للموتور نيورون، وبصير عندي اللي هو مسل سبازم. كمان مره، الاورجانيزم داز نوت سبريد، ات از لوكالايزد، نو تيشيو دامج، بيعملش ديستركشن للنسيج. النسيج اللي كان بالاول ديسترويد كان ناتج عن اللي هو الجرح نفسه. نو انفيجن اوف ادجيسنت تيشيو، ما فيش عندنا غزو، يبقى هي بالفعل ينطبق عليها اللوكالايزد او لوكال انفكشن. تريتمنت زي ما ذكرنا انه هذا الديزيز از ا لايف ثريتنينج ديزيز، والتريتمنت كونسيست اوف تو ستيبس. واحد، the patient is given antibiotics to kill the bacteria، وهذا الانتيبيوتيك اما بيكون ميترونيدازول اللي هو معروف عنه باسم فلاجيل، والذي يستخدم ضد البروتوزوا اللي هي درسوها مع دكتور عدنان، البروتوزوا او الانيروبيك بكتيريا، الانيروبيك يعني هذا بيستخدم فقط للبروتوزوا والانيروبيك بكتيريا او البنسلين. هذا الجزء الاول، شوف الجزء الثاني عاد الصعب. Injection of antitoxin are also given. الآن الانتيتوكسين يا شباب من وين بيجيبوها؟ من ناس انصابوا بالتيتانوس وعولجوا. بياخذوا منهم سيرم وبيعملوا له بولينج من أكثر من واحد، يعني بيعملوا له بولينج وبيعطوا المريض عدد أو كم كبير من الانتيتوكسين. خدوا بالكم من نقطة، الانتيتوكسين حيرتبط بالتوكسين. وين بيرتبط بالتوكسين؟ التوكسين الغير مرتبط، بس التوكسين المرتبط مرتبط، مظبوط ولا لا؟ فبالتالي قد ننجح في العلاج لكن قد لا ننجح في إعادة المريض إلى الحالة الأولى التي كان عليها. فنوقف التوكسين برودكشن، نقتل البكتيريا، بنعمل نيوتراليزيشن للتوكسين، لكن للأسف ما بنقدرش نتخلص من مين؟ من التوكسين اللي اوريدي باوند، تمام. عشان انا قلت لكم كمان مره، الاستراتيجي تبعتنا لازم تكون بريفنشن وليس اللي هو التريتمنت. الانتي توكسين از ا سبستانس، طبعا مش احنا في المرحله بنعرفين شو سبستانس، هذا هو عباره عن انتي بودي ذات رياكتس ويذ اند ديستروي ذا توكسين. بيشنت مي اولسو نيد ميديكيشن تو كنترول مسل سبازم، ممكن نعطوهم برضو علاجات عشان حتى يخففوا من انقباضات اللي هو العضلات. In severe cases, patients may have to be placed on artificial respiration. تخيلوا شباب لو صار في عنا failure في respiratory system، بيروحوا بيحطوا المرضى في أجهزة تنفس خاصة، أجهزة تنفس خاصة بتقوم بعملية الشهيق والزفير للمريض غصب عنه لأنه عنده مصل، تمام، في عنده paralysis في اللنجز نفسها. فهذا عشان قلنا لكم انه recovery takes 6 weeks، حوالي شهر ونص or more after patient is better، أو تحسن المريض، he or she should receive the tetanus vaccine to protect against future episodes of the disease. يعني حتى بعد الشفاء بنعطيه
اللي هو فاكسينيشن. لا، احنا بنعرف انه الاستخدام للاميونيزيشن بقولنا عنه في عنا حاجتين، بنعطي باسيف اميونيتي واكتيف اميونيتي. الفاكسين هو الاكتيف اميونيزيشن، تمام، والانتي توكسين اللي هي الانتي بوديز اللي هي الباسيف، تمام، اميونيزيشن، بس مش فاكسينيشن، تمام. الفاكسين بنعطيه الانتي توكسويد، التوكسويد اللي هو التوكسين اللي حولناه لتوكسويد، بينما الانتي توكسين هو انت حاجه مجهزه برا وبنعطيها للمريض. من ضمن الفاكسينز المشهوره، من ضمن الفاكسينز المشهوره اللي هو الدي بي تي او الدي تي بي او دي بي تي، وفي اظن الان فينا دي تي اي بي، واحد جديد طلع عنا اسمه دي تي اي بي. عموما التي هي للتيتانوس، والدي للدفثيريا، والبي سواء كان اي بي ولا بي لحالها للبرتوسيس. البرتوسيس اللي هو السعال الديكي. اذا هذا الفاكسين اللي انتم اخذتوه وانتم صغار مرارا وتكرارا، تمام، ولو لزم الامر ممكن تاخذوا منه بوستر دوس. ايش يعني بوستر دوس؟ فاكرين شباب اللي درستوا مناعه ولا لسه انتم؟ حتى لو ما درستوش مناعه، انا بتذكر انه تكلمنا عن الموضوع هذا، قلنا في الريسبونس تبع الجسم للانتيجين لاول مره بيبدا انتاج الانتي بودي من الزيرو، تمام، بيبدا انتاج الانتي بودي من وين؟ من الزيرو، صح. وبياخذ، لو جينا نحط فتره زمنيه يعني هاي التايم، تمام، وهي الكونسنتريشن، بيبدأ ظهوره بعد ايه؟ بعد فترة معينة، حوالي من 10 ل 14 يوم من دخول الانتيجين. لكن الانتيجين لو دخل مرة تانية، تمام؟ مثلا في خلينا نقول في الفترة هذه، في الفترة هذه بنلاقي الانتي بودي ما حد ما دخل الانتيجين، هي نقطة دخول الانتيجين تايم، تمام؟ هيطلع لنا انتي بودي وبنسبة على في البرايمري ريسبونس ات تيكس تايم، بس في السكندري ريسبونس it takes no time. ليش؟ لانه في عندي memory cells. فالسكندري ريسبونس، فاحنا لما نعطي بوستر دوس احنا واقع الامر بس بنذكر جهاز المناعه، مش بنعلمه، لا بنذكره. المره الاولانيه علمناه والمره الثانيه ذكرنا. pregnant also should receive، او pregnant woman يعني also should receive a vaccine to prevent neonatal tetanus for their babies during cut umbilical or cutting the umbilical cord اللي هو قطع الحبل السري. اعتقد البراكتس هذا is no longer used in Palestine. ما عنديش فكره بالضبط هل ما زال يستخدم او بطلوا وقفوا استخدامه. Make sure، بس اعتقد انهم وقفوا استخدامه. Make sure that wounds are thoroughly cleaned. هذه نقطه كثير مهمه، يجب ان نقوم بتطهير الجروح بطريقه جيده. A wound should also be treated with antibiotic cream and covered with bandage. ما تخليه مفتوح ومتروك. Wounds that do not heal should be examined by doctor. أي جرح طول شفاؤه should be examined by a physician. الصنف الثاني من أو الاسم الثاني في الكلوستريديا والاسم الشهير جدا هو الكلوستريديوم بيرفرينجنس. It causes a wide variety of infection. لكن الاسم الشهير للمرض، تمام، أشهر مرض على الإطلاق اللي هو غاز غانغرين، وهذا مرض بحد ذاته اسمه مخيف، الغرغرينة الغازية. طيب wound infection، خدوا بالكم ما فيش عندي غاز غانغرين إلا بتبدأ ب wound infection، يعني غالبا بيكون في التهاب صار من جرح. مرض خطير جدا. Necrotizing jejunitis. بدل ما الغرغرينة في العضلات، الغرغرينة في الأمعاء. يعني هذا بنقدر نقول عنه غرغرينة الأمعاء. رقم أربعة يا طلاب الفود مايكروبيولوجي. Food poisoning. Food poisoning. بسيطة هذا الفود بويزنينج. خمسة مينينجايتس. طبعا بالمقارنة مع الأمراض اللي أنا ذكرت هذه، الفود بويزنينج بالفعل caused by Clostridium perfringens is a very simple condition. إذن wound gas necrotizing food poisoning وmeningitis، هذه الأمراض بسببها البكتيريا. الآن شوفوا الفكرة في كلمة gas.
جانجرين. تعرف الخبز لما بيكون عجين وبنعرضه للحراره مش بينتفخ؟ بينتفخ وفي الاخر بنلاقي انه انقسم نصين، صار فيه يعني قطعه وقطعه، مع انه كان قطعه واحده. الغاز بطبيعته يا شباب بحبش ينحشر في مكان او ينضغط في مكان، فاذا تكون في ضغط عاده بحب يدور على اضعف منطقه يخرج منها، يخرج منها. لما بتمدد الغاز، بتمدد الغاز بفعل الحراره او بفعل التراكم. يعني تخيلوا بكتيريا جوا عضلات، جوا جرح، وبدات تتكاثر، وتكاثرها والفرمنتيشن الناتج عنها بينتج عنه غاز. اظن في المعمل كنا نشوف التريبل شوجر ايرون اجار رافع فوق، لانه كميه الغاز اللي طالعه كميه كبيره. فلما البكتيريا هاي تنتج غاز، غالبا يا شباب الغاز هذا بيحاول انه يهرب، فبيهرب بلاقي الاماكن اللي هو سالكه في امامه بيدخل فيها، بالاخر بنحشر. بتكون ضغط. تخيلوا لو عضلتين جنب بعض وفسخهم عن بعض الغاز، واحدة منهم كان بينهم شبكة شعيرات دموية، واحدة منهم حتتخلى عن الشعيرات الدموية، فممكن يصير كتلة كاملة، عضلة كاملة يصير فيها نيكروسيس، موت، لحمة ميتة. يبقى البكتيريا الآن بيئة لها غذائية ممتازة جدا، فحتتكاثر وتبقى. أول حاجة بدك تعرف أن العضلة هذه سكيريتال مصل، قد تكون عضلة كبيرة ذات تأثير على اللوكوموشن تبعت الإنسان. فبالتالي بصير في عنا هذه العضلة لن نستطيع إرجاعها للحياة ولن تنمو مرة أخرى، وبالتالي بصير بنصل لمرحلة أنه بترها هو أو المصطلح الألطف removal أو surgical removal of devitalized tissue، يعني التدخل الجراحي لإزالة الأنسجة الميتة، تمام؟ وهو تعبير آخر عن البتر، نفس الشيء. نعم، لما سندو جانجرين، بس مش جانجرين غازية. الجانجرين بشكل عام هي النيكروسز، تمام؟ أو موت الخلايا الناتج عن نقص وصول الدم إلى منطقة معينة. اللي أنا بتكلم عنه سببه البكتيريا، الدايابيتس له أسباب أخرى مختلفة. وصلنا الآن قلنا لمرحلة أنه بنقول غاز جانجرين والغرغرينة اللي مسببها هنا بكتيريا. ما دام مسببها بكتيريا يبقى بنقدر نعالجها بالانتيبايوتيك. لا، عندنا مشكله. ما دام انتيبايوتيك يبقى بدنا نتذكر شغله، هل البكتيريا من النوع العادي ولا سبور فورمر؟ سبور فورمر. يبقى البكتيريا لو حطينا لها انتيبايوتيك، اوكي، البعض منها حيموت، لكن البعض الاخر حيتكون لمين؟ شيل الانتيبايوتيك حترجع الاندوسبور كمان مره. اذا عمليه العلاج كمان مره عمليه ليست بالعمليه السهله. ومن هنا نقول لكم مرة أخرى، رابعة وخامسة وألف، prevention is all important. proper care. مدام الغاز جانجرين بدأ بمين؟ بوند انفكشن. يبقى هتكلم عن مين؟ عن غاز جانجرين. يبقى اعمل proper wound caring للجروح، وبالتالي ستمنع بنسبة كبيرة حدوث اللي هو الغاز جانجرين. يكفي اليوم، نكمل إن شاء الله المرة القادمة.